لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من مدينة إسطنبول تركيا رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا سيد محمد مشينش عبر سكايب. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. بالحديث عن التحرك الأمريكي لتجريم المقاومة في الأمم المتحدة، كيف تفسرون هذه المساعي بتزامنها مع ذكرى 71 لقرار تقسيم فلسطين لدولتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن هذا يتزامن مع سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يسمى صفقة القرن، وهو ابتدأ بالاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني، ثم إسقاط حق العودة ومحاربة الأونروا ووقف المساعدات المقدمة إليها، مرورا اليوم بما تروجه الولايات المتحدة باتجاه طرح مشروع لتجريم المقاومة الفلسطينية، أي أن الإدارة الأمريكية تسير بخطوات من أجل ما تظنه بأنها تستطيع أن تقوم به، وهو تصفية القضية الفلسطينية تجاه الرؤية التي يراها الكيان الصهيوني تماما. وأنا أعتقد أن الأمر بلا شك أنه واضح لنا كناشطين فلسطينيين بأن هذا الأمر لن يمر مطلقا، وأن الفشل هو مصيره، وأن التصويت في الأمم المتحدة سيكون كما تم بالنسبة للاعتراف بالقدس والتصويت المضاد التي نالته الإدارة الأمريكية، وشاهدت أنها معزولة تماما هي والكيان الصهيوني بهذه الطريقة. أما التزامن مع يعني ما ذكرى 71 ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أنا أظن أننا بحاجة، وكما ذكر تقريركم، أن نذكر العالم بأن هذا اليوم هو اليوم الذي ساعدت فيه الأمم المتحدة في عام 1947 على ولادة هذا الكيان الصهيوني، وأعطته الغطاء السياسي والشرعية السياسية لسلب الأراضي الفلسطينية. وأنا أذكر بهذا الموضوع أن تاريخيا أن منذ الانتداب إعلان الانتداب البريطاني عام 1922 على الأراضي الفلسطينية وحتى هذا القرار عام 1927 أي عفوا 47 أي 25 عاما، لم تستطع الاحتلال البريطاني والكيان الصهيوني في ذلك الوقت أن يتملك وأن يضع يده سوى على 6% فقط من الأراضي الفلسطينية في ذلك الوقت، ورغم ذلك الأمم المتحدة منحته 56% من الأراضي. بالحديث عن الأمم المتحدة حقيقة تتناسى مع المواثيق الدولية. بالحديث عن الأمم المتحدة وهذه المواثيق الدولية سيد محمد، وفي ظل التطورات الحالية، ما مدى واقعية طلب منظمة التحرير بوضع آليات للحماية الدولية للفلسطينيين؟ يعني الحقيقة أن هذا المطلب أنا أظن هو لا يتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها الشعب الفلسطيني والاستعداد لهذا الشعب من أن يستمر في مشروع المقاومة والتضحية الذي سلكه، ونحن نشاهد قوافل الشهداء الفلسطيني من إخوانكم من الفلسطينيين التي لم تتوقف مطلقا طوال الاحتلال البريطاني وطوال فترة الكيان الصهيوني. نحن لا نريد أن يحمينا أحد، نحن قادرين على حماية أنفسنا بأنفسنا، والكل العالم يشاهد كيف أن الشعب الفلسطيني الأعزل في مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة كل جمعة يسطر البطولات بصدورهم العارية تجاه العودة إلى أراضيهم التي سلبت منهم عام 1948، ونحن لا نحتاج حماية، كل ما نحتاجه أن يوفر لنا الأمة الإسلامية والعربية الدعم من أجل أن نقارع هذا الكيان الصهيوني، ونحن قادرون إن شاء الله أن نقهر هذا العدو وأن نرده خائبا، هو وكل من يساعده وكل من يخطط معه. ولن تمر لا صفقة القرن ولا غيرها بإرادة هذا الشعب الذي يقدم الشهداء كل يوم، يقدم شهداء، لن تمر هذه الصفقة إذا ما تكاتف الشعب الفلسطيني ووقف كله بوجه ربما هذا منظمة التحرير مطلوب منها أن تنسجم مع طموحات أبناء شعبنا وتدعم خيار المقاومة الذي يريدها أبناء الشعب الفلسطيني. ربما سيد محمد هذا ما يجعل الكثيرين يطرحون تساؤلات عما يمنع تحقق مصالحة فلسطينية بعيدا عن الرعاية الأممية أو حتى الدولية وتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق هذه الحماية التي كنا نتحدث عنها. أقصر طريق لتحقيق المصالحة الفلسطينية هو أن منظمة التحرير تعلن أنها عادت إلى خندق المقاومة
وأنها ستقوم بمقاومة هذا الكيان الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، وستتحقق المصالحة فورا. شعبنا الفلسطيني في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كان يدا واحدة. لماذا؟ لأنه كان يقاوم هذا العدو. وتفرق شعبنا الفلسطيني عندما تبنت مجموعة من أبناء شعبنا وللأسف خيار أوسلو الاستسلامي ومضت فيه، وما يحصل اليوم من انشقاق في هذا الشعب إلا بسبب هذه الاتفاقية المشؤومة الكارثية التي جاء بها بعض من أبناء شعبنا للأسف. واليوم نقول أن الوقت هذا هو الوقت المناسب لرفض هذه الاتفاقية ونبذها وسحب الاعتراف بهذا الكيان والاستمرار بمقاومة المحتل، وسيرتد هذا المحتل خائبا إن شاء الله. إلى أي مدى تظن أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني فاقم من الأزمة الفلسطينية؟ الإدارة الأمريكية منحازة بشكل صارخ للكيان الصهيوني، واليوم هذا الكيان بعد أن فقد كل روايته، الآن العالم الآن كله يعرف أن هذا العدو غاصب وأنه قاتل وأنه مجرم، وبالتالي احتاج اليوم هذا الكيان بعد مرور 100 عام من إعلاء من وعد بلفور إلى وعد جديد من أجل أن يحافظ على هذا الكيان، وجاء على لسان ترامب حتى يعطي زخم جديد لهذا الكيان الذي فقد زخمه. وهذا المشروع الذي غرسته القوى الغربية الاستعمارية في عام 1948 في جسد الأمة، اليوم هذه القوى كلها تجد أن هذا المشروع بات مرهقا لها ومكلفا لها، وستستمر المقاومة الفلسطينية باستنزاف هذا العدو ومن خلفه كل الإرادة الغربية حتى يتخلوا عن هذا المشروع. والإدارة الأمريكية ستجد نفسها محرجة جدا أمام العالم أجمع بأنها تدعم مشروعا يستعدي العالم كله، العالم الحر، أنا أقصد العالم الحر كله، ضد الإرادة، ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أظن هي ليست في معرض اليوم أن تخطر العالم كله من أجل هذا الكيان الذي لا يعرف سوى أن يقتل وأن يسلب الأرض وأن يتطاول على حتى القوانين الدولية، وفقد حتى كل مقومات وجوده. هل تتوقع أن لدى الفلسطينيين القدرة على قلب الطاولة على الاحتلال كما جرى في استقالة وزير الدفاع الصهيوني مؤخرا؟ بلا شك أن المقاومة الفلسطينية اليوم تملك من الأدوات ما تستطيع أن تحرج به هذا الكيان وأن تقلب الطاولة عليه. وأنا أقول أن أكبر موقف ممكن أن تسطره السلطة الفلسطينية اليوم هي بأن تنسجم مع إرادة شعبنا الفلسطيني وأن تسحب الاعتراف بهذا الكيان وأن تعلن أنها وقفت مع المقاومة وأنها ستسلك طريق المقاومة. هذا هو الموقف الكبير الذي ممكن أن تقلب به الطاولة السلطة الفلسطينية على هذا العدو. أما على المقاومة الفلسطينية في غزة فأنا مطمئن أنها قادرة أن تلجم هذا العدو وأن تلقنه الدرس تلو الدرس. وكلنا شاهد ما جرى في خان يونس من عملية بطولية ومن كشف لهذه العصابة التي حاولت أن تخترق صفوف أبناء شعبنا، كيف كشفوهم للعالم كله وكيف لقنوهم درسا. أنا أعتقد لن يقف عند سقوط هذه الحكومة، بل سيستمر هذا العدو بالهزائم وإساءة الوجه التي ينالها يوما بعد يوم حتى نحقق ذلك اليوم الذي نصب إليه جميعا، وهو اليوم الذي سندخل فيه جميعا للمسجد الأقصى فاتحين مكبرين مهللين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.